مع هوي بهايلاند. طلعوا لي الرينج الثابت. ثابت؟ اي. هذا. ممتاز. يلا سالفة احسنت. اذا انا عندي شلون اعرف بداية حدود الميكانيكال سيل مالتي؟ خط الفصل. هذا الميكانيكال سيل الاول. هذا الميكانيكال برغي. انتبه البرغي. برغي الغطاس. هذا سطح الفصل. هذا الميكانيكال سيل الثاني. هذا الرنج الثابت. هذا الرنج الدوار. واضح؟ هذا الرنج الدوار. شوفوا نقاط الدكات اللي احنا وانتبهوا للمساحتين. هذا اصغر من هذا المساحات. اذا هذول الميكانيكال سيلز ضغوط التشغيل مالتهم مختلفه. ضغوط التشغيل ايش بيها؟ مختلفه. نظام عالي هنا احسنت. بس الضغط هذا الالت بفر الالت مباشر عليه مباشر. هنا ايش راح يسوي؟ سيركوليتد سيستم اي بي اي 53 مالتي طابه بكنب قفل. فارخي يعني اذا انشيت مثلا جيت هذا برغي هاي راسته مستطيله اجي قاعد الراسته ادفعها وين؟ ادخلها بالكنب واضب البودي. اذا انا ثبتت السليف مكانه صحيح على الشفت. من يحدد لي اياه؟ حدد لي اياه الفيس مال الفلنج هاي. زين هاي اول بوزيشن عمليه تحديد. نجي نصعد لي فوق. من ثبتت السليف هسه اجي اريد اعرف اني مكان الميكانيكال سيل مالتي وين مكانه الاول؟ لازم ابدي وين اشد؟ بالمناسبه طبعا اخواني الاعزاء هذا ممكن اشده برا كله كم الشغل واجيبه هو الفلنج وادخله في البيس مكانه. عندي دايركشنات عندي بيامه اخاف اكو زاويه شيء. البيامه اللي بالفلنج اللي جايتني ثبتها على الكيس مال المركب اخاف عندي الفلنج تروح يمنى يسرى اطابق يسموه محاور التمركز اللي تضبط لي اي تجميع اتجاهي حتى ما اجي احط الشاورما داخل وتعرف انا عندي اربع مراجع ممكن هذا البرغ اللي كان المفروض يصير رقم واحد على زاويه 90 مو او رقم واحد قدامي فوق راح يفتر يصير على ايدي اليسار بلطه بيب 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 طالع لك من هناك هذه تخليك تجي تفور الى ان اسوي بوم ثلاثه اكو تاتش او ثلاثه او واحد يؤدي الغرض هو بس ممكن يكون اكثر من واحد يخليك السيطرة على التجميع الاتجاهي. ثلاثة بالفلاوي. بالفلاوي مثلا عفى على مود الفايرنج اوردر تمام؟ حتى ما تجي تشد بكيفك الفلاوي منطقة ثلاث محاور تمركز لازم تثبت يطبق بهالمكان. هذا الواحد مختلف عن الاثنين البقية حتى ما يتغير عندك اتجاه الفلاوي.